أسوار مرتفعة وأسلاك شائكة وأبراج مراقبة، هنا سجن تشون شون كورو شديد الحراسة الواقع على مشارف مدينة إل آلتو القريبة من لاباز في بوليفيا. في هذا السجن تقرر إيداع قائد الجيش البوليفي السابق الجنرال خوان خوسي سونيغا، ومعه القائد السابق للقوات البحرية خوان إرنيز، والقائد السابق للواء الميكانيكي في الجيش أليخاندرو إيراهولا، بعدما أراد الثلاثة الإطاحة بالرئيس لويس أرسي يوم الأربعاء 26 يونيو. القضاء البوليفي أمر بسجن الضباط الثلاثة لمدة 6 أشهر حتى استكمال التحقيق في المحاولة الانقلابية التي وصفها زونيغا بأنها محاولة لإعادة هيكلة الديمقراطية، وقد يواجهون حكما بالسجن لمدة تصل حتى 20 عاما. لكن المعتقلين في سجن تشون تشوكورو رفضوا وجود زونيغا بينهم بحسب خوان كارلوس ليميبياس مدير سلطة السجون، واعتبروه شخصا غير مرغوب فيه، فتم نقله حفاظا على حياته إلى سجن آخر في كوتشا بامبا، فيما بقي أرنيز وإيراهولا في سجن تشون تشوكورو. لكن اللافت هو ما صرح به زونيغا للصحافة خلال عملية نقله إلى السجن الثاني، فقد قال وهو مكبل اليدين: في مرحلة ما ستعرف الحقيقة. ورغم أن الرئيس البوليفي عين قيادة جديدة للجيش، فإن المؤسسة العسكرية تشعر بالقلق على خلفية السخط الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المشتقات النفطية، وعين الجميع تتطلع إلى ما يمكن أن تأتي به الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2025.